We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello? Do people hear me? Just a little... Yeah, okay. مساء الخير، هل صوتي مسموع؟ أتمنى نعم. أرحب بالجميع، هل صوتي مسموع؟ نعم، إنه مسموع، أنا سعيدة بذلك. السيدة المشرفة على النقاش هي معنا. نعم، انقطع الخط لثوان إن واجهتم مشاكل فنية فأرجو إبلاغي، فقط يحدث هناك خلل فني على الخط، ولكننا نأمل بأن كل شيء سيكون سلس في النقاش. أرجو المتحدثين في فتح الكاميرات ولكي نتحقق من صحة عملها، ومما إذا كان كل واحد احتل مكانه. هناك 5 أشخاص مخططين في هذا النقاش أونلاين وشخصان إضافيان مباشرة على المسرح في كاتوفيتش، فبدون الإطالة زائدة عن الحاجة أرحب بالجميع مشاركين. نحن في عاصمة الصينية بيجينغ، هذا منتصف الليل، اسمي يوشين وأمثل شبكة التلفزيونية العالمية. سوف نتحدث عن بناء شروط وكفاءات عمل عادلة للمستقبل، ونحن نتقابل ونلتقي ضمن القمة 16 لمنتدى حوكمة الإنترنت في كاتوفيتس جنوب بولندا. للأسف لم أصل، أنا لم أستطع الوصول إلى بولندا، ولكن التكنولوجيا هي في خدمتنا. مستقبل العمل، مستقبل التوظيف والاستخدام، نواجه العديد من التغيرات نلاحظها في السوق وفي الأسواق، وهناك طلب متزايد على الخبراء في مجال الاي تي. هناك تقدم التكنولوجيا، والروبوتات هي التي هي تحل محل الناس في الكثير من الأحوال. قد في المستقبل قد ينعدم فيه عملي أنا كمذيع تلفزيون، فربما الأجهزة أو الروبوتات سوف تحتل هي أماكن البشر المستقبل. فسوف نتحدث عن مستقبل العمل والتغييرات التي يجب أن يحدث المستقبل، وكيفية تقديم الحكومات لردود الفعل والقطاع العام والشراكة العامة الخاصة، كيف تتحسن، وكيف نقوم بإدراج التكنولوجيات الحديثة ونعالج العواقب السلبية لها. سوف نتحدث عن الفوائد والفروق الموجودة ما بين الناس، وسوف نتحدث عن التعلم، التعليم والتربية، وكذلك سوف نتحدث عن كيفية وضع السياسات الموضوعة، كيف نشركها في خدمة المجتمعات التي نعيش فيها. نتمنى أن تكون هذه المناقشات مثمرة لكم من المشاركين أونلاين وأوف سايت. في البداية أقدم الناس معنا للمسرح. السيدة كارمن ليخرا فالدراما، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من دولة كولومبيا، سوف تنضم إلينا بعد لحظات. معنا كذلك
سید وایچخ مورزک أتمنى أنني لم أخطي في لفظ هذا الاسم المؤقت هو وزير الدولة في وزارة العلوم والتربية في بولندا. إن كنت قد لفظت أسماءكم بخطأ فيرجى تصحيحي. معنا أيضا السيد تورستن شيفا جيمبل عضو مجلس الإدارة في وكالة التعاون الدولي الألمانية ينضم إلينا بعد لحظات. معنا أيضا السيدة ريناليا عبد الرحيم نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والاتصالات المشاركة مجتمع الإنترنت. معنا السيد لوك ماكاند رئيس الأسواق المتنامية ورئيس القطاع الحكومي من لينكد إن. معنا السيد جون فام هيكيتس ومدير دولي في مؤسسة جوجل فور إيدوكيشن. معنا سيد بنغا ساسن والمدير التنفيذي في باراديغم إنيشيتيف. وأرحب بكم جميعا. لا أسمع التصفيق. أين التصفيق؟ أتمنى أنه موجود في القاعة أو نتصور أنه موجود. في صفوفنا ضيوف كبار من مختلف القارات والمناطق وذو خبرات متنوعة. ولنبدأ بالعمل. أثناء هذا النقاش سوف نعالج ثلاثة مواضيع رئيسية. أرجو من المشاركين في الجلسة أن يتقاسموا بنا معنى بهذه المواضيع بلا يتجاوز ثلاث دقائق لكل مدخلة. أتمنى أن نسمع التعددية في الآراء والأصوات. وفي النهاية في الختام ربما سوف نعمل ملخصا وخلاصة لما قيل. السؤال الأول يخص السياسات. من المواضيع الرئيسية هي توجيه السياسات على التعليم المبكر، علوم ستيم، الرياضيات والتكنولوجيات، تهيئة للشباب لدخول التكنولوجيات الجديدة. كيف نستطيع أن نتصدى لهذا التحدي مهما كنتم من الحكومات أو المؤسسات أو المنظمات؟ لأسمع ممثلا عن الدولة المستضيفة للقمة السيد فويتشيخ مورزك وزير الدولة في وزارة التعليم والتكنولوجيا. هناك ديناميكية كبيرة في التغيرات والإصلاحات التي تتم، وزادت وتيرة هذه الديناميكية أكثر بسبب الجائحة. فنحن أصبحنا واعين ببعض المجالات التي تكون جدا حساسة، وليس فقط من ولا أقصد فقط الرعاية الصحية، ولكن أيضا المجال الاقتصادي الذي هو ونتيجة للجائحة تأثر واضطرب بشدة من الناحية التجارية والاقتصادية. وأظن بأنه وفي وعينا جميعا نلاحظ هذا التناقض الشكلي المتمثل في أنه من ناحية واحدة وفي نظام التعليم الأساسي الذي يخرج الطلبة والخريجين إلى سوق العمل، ومن ناحية أخرى هناك هذه الديناميكية للتغيرات التي يجب أن تتناسب وتتكيف مع الواقع الموجود الآن مواجهة هذه التحديات المتغيرة بسرعة والمتفاوتة. فالتحدي الأول يتمثل في أنه وهو تحدي عالمي، هو في إيجاد آليات تتوقع ما سيكون مستقبلا من حيث العوامل الدافعة في نمو الناس والاقتصادات، وفي هذا المجال الثقافي أيضا. كيف نجعل التعليم
أن يتقدم خطوة أمام كل هذه التغييرات وتسبقها. من الناحية الدولية يجب أن ندعم تلك المؤسسات والدوائر التي والممارسات الجيدة التي تتصدى لهذه التحديات بأحسن صورة. ونحن واعون بأن بعض الأمور تبدأ على المرحلة المبكرة جدا من حياة الطفل. نحن في بولندا عندما ننظر إلى خطة إعادة الإعمار ما بعد الجائحة فهناك فيها العنصر الرقمي من يدخل في المدارس الابتدائية عن طريق اللعب ولكن أيضا في رياض الأطفال والحضانات ليس فقط في الصف الأول من المدرسة. ثم هذه العملية تستمر وتكون هامة ونعززها على مستوى المدارس. نتحدث عن كيفية تقديم الدعم والأجهزة والمناهج الدراسية المدروسة جيدا وآخذين بعين الاعتبار أيضا الأعمار الأطفال كي يتعلموا من أثناء اللعب ونقوم ويقومون بتصميم الروبوتات من الجيل الرابع والخامس. نحن نقوم بذلك الآن مع الأطفال واعين بأنها تحديات العولمة. بالإضافة إلى ذلك وبالإضافة إلى إيجاد أو البحث عن مجالات التحدي الجديد فنحن يجب أن نقوم بإحكام وتكييف هذه المناهج الدراسية لما هو المتوفر في البنية التحتية. فيجب علينا ملاحظة هذه الضرورة منذ بداية هذه المناهج كي تشمل أوصاف مثلا تكنولوجيات الهيدروجين والذكاء الاصطناعي وشرح للأطفال أساسات هذه المفاهيم. ونلاحظ أيضا أن الشباب يمتصهم هذا العالم الافتراضي ويجب توعيتهم وتثقيفهم بأن كل ما بأن هذا العالم غير منفصل عن الواقع. عندما أتحدث عن الروبوتات فلا أقصد به فقط تصميمها من الناحية الشكلية ولكن يجب أن يؤخذ أيضا بالاعتبار هذا المجال الواقعي لهذه الحلول. هذه التوجهات والعادات تتشكل في المرحلة المبكرة جدا من الطفولة ويمكن تعزيزها. وهذا تحد كبير آخر يتشكل أيضا في تشكيل القوة العاملة في المجال الاستشاري. نحتاج إلى الكوادر التي تكون قادرة على تقدير وتقييم مهارات الناس من حيث الطلبات الموجودة في السوق ما هي المهارات والمؤهلات التي سوف تكون مطلوبة مستقبلا في السوق سوق المستقبل سوق العمل. ولكي نقوم بتكييف أو تربية الأطفال وتعليمهم بما يتناسب مع المستقبل المتوقع فلا نريد مجرد خلق فرص عمل أو خلق أي فرص عمل لكن نريد أن نأتي بمهن وفرص عمل تعزز من وتيرة تنمية مجتمعاتنا وتكون مصدرا أيضا للرضا الذاتي لدى الشباب الذين يساهمون مساهمتهم الهامة في النمو الاجتماعي. وأظن أن من التحديات الحضارية الكبيرة هي أيضا إبصار بعض الحلول على أنها عابرة لمختلف المجالات العلمية والتي تبني
أو تتنامى في فرق عمل جماعية، ولننظر إلى كل ذلك بشكل معولم ونتقاسم ونتشارك بهذه الكفاءات عالميا. كل ما تعلمناه في الوقت المبكر ونحن كدولة نأخذ ذلك على مسؤوليتنا، يجب أن ينطبق أو يجب أن يترجم إلى الساحة الدولية. التحديات هي كبيرة وهامة، فيجب أن نعمل داخل فرق ومجموعات عمل دولية، نتعلم ذلك العمل، مجموعة عمل وفرق اقتصادية. وظاهرة العولمة تجعل أو تصنع الكثير من القواسم المشتركة، تغيرات مناخية وتحديات الطاقة. في كل من الدول يجب أن نفكر بشكل شبيه ونخلق أنظمة تعليمية تؤهل الشباب على مواجهة هذه التحديات. الموارد المستثمرة من الدول والتكنولوجيات الحديثة في هذا الصدد، ونحن تعلمنا الكثير خلال الجائحة، هي الأمور التي تقف أمامنا كتحديات. وأظن أن التقاسم والتشارك بالممارسات الجيدة وتبادل المعلومات هي أيضا عناصر في غاية الأهمية. وعنصر مهم آخر هو إيجاد وجعل التعليم منفتحا على المنهجيات والموارد والتكنولوجيات الحديثة، كي نلاحظ نحن الكثير من هذه العناصر كتحديات مشتركة دولية، لأن نريد التوصل إلى نتائج التآزر هذا ونقوم بتبادل الآراء اجتماعيا، تبادل الأشخاص، وهو ما يعطينا الرضا ويقربنا من النتائج المرجوة. وهذا هي الجوانب التي يجدر الحديث عنها. وبالنسبة للكثير من الدول التحدي الكبير يتمثل هو في بناء مكان أو إعطاء مكان متين للمجال التربوي والتعليم، لأن بدون الإنجازات في العلوم مهما حاولنا من مكافحة الجائحة لما وصلنا إلى بعض الإنجازات. لولا الجائحة لما استطعنا الوصول إلى هذه اللقاحات، فنحتاج إلى أساسات متينة وراسخة في هذا التفكير، هي النظرة المعولمة، خير دليل على وخبرة على أننا في المواقف الصعبة، أحوال الأزمة، عالم العلوم يتحد ويبحث عن حلول ويجدها. هذه تحديات أكثر بطبيعة الحال هذا المجال أو هذه المحافل الجولية مثل منتدى حوكمة الإنترنت، مساحات جيدة لتبادل الآراء والخبرات، ونضع أهدافا مشتركة لنا، الأمر الذي يكون خبرة قيمة لنا جميعا. مثل هذه المنتديات مثل قمة IGF في كاتوفيتسا، ولكن أيضا في غيرها من المحافل الدولية تجعلنا
تعطينا المحفزات المؤثرة والهامة لنقوم بإعادة النظر في ما يكون تحت تصرفنا. عرض الدول يجب أن نتقاسم بالممارسات الجيدة في العلوم، لأن بدون ذلك لا يمكن الوصول إلى حلول متسقة ومستدامة على في مدى طويل. هذه القائمة من التحديات تكون أطول، لذلك نحن ندعم كل البرامج بدءا من رياض الأطفال مرورا بالمدارس الابتدائية والثانوية وصولا إلى دعم الشباب والباحثين الناشئين وطلاب الدكتوراه. هذه القائمة تطول ولا لن أفصل فيها، ونحن نبحث عن نتائج التآزر هذه كي تتعاقب وتتبع هذه النتائج كعملية موحدة ومتآزرة. أظن أنه كلمة التمهيدية مثل هذه، وسوف أستمع إلى أصوات الآخرين. شكرا جزيلا للسيد نائب الوزير على هذه الإجابة الواسعة على سؤالي الأول. هنا ذكرت عدة أمور عن تعاضد المعلومات بين البنية التحتية. الآن أقدم لكم ضيفا آخر انضم إلينا، معنا السيدة من كولومبيا وزيرة التعليم، والسيد شيفر بن جامبل من ألمانيا. سوف أطلب من السيدة فاندر كارمن أن تحدثنا عما يجري في كولومبيا وكيف يمكن تهيئة الأطفال من أصغر السنوات في مجال التعليم. أرجو أن تصلي الميكروفون لأننا لا نسمع السيدة. لا نسمع السيدة. أعتقد أنه لا يوجد مكان في العالم لا يعرف كيف أن هي التحيدات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية الرقمية وطريقة تأثيرها في المدارس. أود أن أشاطركم تجربة كولومبيا، كيف كانت وهي الآن وكيف ستكون في المستقبل. نحن كدولة علينا أن نكون أصدقاء للصغار وأن نقوم بتعميم التعليم الرقمي. إن وزارتي، وزارة التقنيات مع وزارات أخرى من أجل تنفيذ وإدراج سياسة تسريع هذه المرحلة الانتقالية لكي نخفف
هذه الهوة الرقمية المتواجدة في كولومبيا من حيث استخدام ومن حيث الوصول إلى الخدمات الرقمية. نحن نقود هذه الأعمال التي يجب أن تكون عمل مشترك مع كل الوزارات، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة التعليم وغيرها من الوزارات التي يجب أن تكون منشغلة أيضا فيه. إن وزارتنا ألخصها باتجاهين. الاتجاه الأول إيجاد المهارات والاستخدام الرقمي على مستوى الشركات. بالنسبة لتربية المهارات الرقمية التي يجب أن تستمر طيلة فترة الدراسة، هذا أولوية بالنسبة لنا. نقوم بتحفيز الأطفال على الاهتمام بالعلوم، المواد العلمية، مما سيجعل مواهب الفتيات والفتيان نحو الاتجاه إلى المواد العلمية. نقوم بإدراج مواد في المدرسة الابتدائية والمتوسطة تعطي إمكانية إيجاد شهرة في مجال المواد العلمية والفروع العلمية. أيضا نقوم بالتعاون مع الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الجديدة، أي يتم استخدامها في الجامعات وفي المعاهد من أجل الاستفادة منها في سوق العمل. مهم أيضا إدراج هذه العلوم التي يتم اكتسابها في فترة الدراسة في الممارسات العملية في سوق العمل. هل ستكون هذه شركات صغيرة أو شركات كبيرة؟ هناك حاجة كبيرة ليس في كولومبيا فقط وإنما في كل أنحاء العالم لتأهيل الناس لكي تكون عندهم مهارات تقنية تساهم وتكون مرادفة لتطور العلوم. نحاول أن نجيب على الاحتياجات التي يتطلبها القطاع الخاص في هذا المجال. إذن لدينا سياسة واضحة، أولا تقوية المهارات البشرية، ثانيا إدراجها واستخدامها في قطاعات الاقتصاد لكي تكون فوائدها عامة على كافة القطاعات الأخرى. فمثلا في القطاع الزراعي أن كل الشباب والشبيبة التي تدرس في هذا المجال تستطيع استخدام طاقاتها ومهاراتها في تطوير هذا القطاع الزراعي الهام في كولومبيا. نرى أن الدولة عندما ترى هذه الحاجات والمواهب المتواجدة عند الشباب عليها توسيع مثل هذا المجال لتنمية هذه المؤهلات. شكرا جزيلا على هذا التعليق الموجز. نرى بأن دولة كولومبيا تلاحظ الحاجة الماسة إلى التحول الرقمي في مجال التربية والتعليم، وبأنكم تولون اهتماما كبيرا لتشكيل المواهب الحديثة.
والجديدة. أما الآن فأعطي الصوت لمنظمات دولية بكافة أشكالها وأنواعها، فأرجو الصوت للسيدة رينالي عبد الرحيم. هي خبيرة رئيسية في مؤسسة إنترنت سوسايتي. شكراً، وأنا سعيدة جداً من أكون معكم اليوم، وأقول الآتي: في مصلحة كل دولة محترمة أن تقود استراتيجية وطنية للتربية والتعليم المستهدفة، وذلك تأهيلاً للناس لدخول السوق مستقبلاً. يجب أن تكون هذه استراتيجيات شمولية وتروج للوصول إلى الموارد التعليمية والتربوية، وأيضاً في الأوساط التي تكون عرضة للعزل في الأرياف أو المناطق الفقيرة. هناك آليات اجتماعية هامة تخص هذه الظواهر، بشكل خاص التمييز على أساس الجنس أو الستم. جائحة كوفيد-19 أظهرت لنا مدى إدماننا بالإنترنت ومدى مقاومة الوسط الإنترنتي لبعض الظواهر. الدرس الذي تم تلقينه لنا وعدم تمثل في عدم الوصول إلى التعليم في الكثير من الدول، توقف النمو الاجتماعي والاقتصادي. وعندما نتحرك نحو المستقبل في طريقنا، يجب أن لا ننسى بأن الضغط الأكبر سوف يتم في مجال التعليم الهجين بالاستفادة من الخدمات الرقمية والإنترنت. يجب أن نكافح عدم المساواة في الوصول للإنترنت. أكثر من نصف سكان العالم يعيشون أوفلاين، ما زالوا معظمهم من النساء في الدول النامية. إن لم يتم توصيلهن بالإنترنت، فيجب أن نسأل ما هو مستقبلهم ومستقبل أطفالهم. الوصول المعمم والمنصف للإنترنت يجب أن تكون من الأولويات القصوى، خاصة أن يجب أن لا يكون الوصول للإنترنت مكلفا، وأقصد هنا الإنترنت العريض. و 5 نقاط تكون ضرورية. أولا، يجب أن نحتاج إلى التزام الحكومات المركزية كي تضمن الوصول إلى الإنترنت. ثانيا، أريد القول بأننا نحتاج إلى أطر قانونية وتشريعية تسمح بالاستثمار في الاتصالات الدولية. ثالثا، نحتاج إلى مقاربات مرنة وحديثة في تمويل المشاريع التعليمية. رابعا، نحتاج إلى استراتيجيات وطنية للترويج إلى الإنترنت العريض البث، وتروج للمؤسسات البحثية. وأيضا نحتاج إلى موديلات مختلفة للوصول إلى الإنترنت. وفي الختام، ومن أجل تحقيق النجاح، يجب أن نركز على تلبية الحاجيات التعليمية للأجيال القادمة ونرتم الهوى في الوصول إلى الإنترنت. عندما بدأت في هذا المحور، عرفت أن نصف من يدرس ويعمل هي تعمل أوفلاين بدون إنترنت، وأن أكثرها في الدول النامية. شكرا لك يا رينالي عبد الرحيم. والآن مع السيد لوك ماكيند، مدير. شكرا لدعوتي للمشاركة في هذا المحور. من الصعب القول شيء جديد، فأنا أتفق
مع ما قاله المتحدثين من قبلي. أهم سؤال من منظوري هو ما هو المستقبل الذي نحضره؟ إذا كان هو فقط مستقبل تقني فبعض الجوانب تهرب من بين أصابعنا. أما فمثلا مجموعة ستيم وعملية رقمنة الذي سوف يتطور ويسير في العقود القادمة، أما المهارات العظمى التي سنحتاجها من أجل أن هذه الثروة الرقمية التي سنملك ستكون كبيرة للغاية. عما أفكر أنا كيف نعلم حل المشاكل، كيف نطور المهارات الأساسية التي تمكن الأطفال في يومنا الحالي على التطور والنمو ليصبحوا أشخاص بالغين في عالم المستقبل. من المحتمل أن أفضل مهارة يجب علينا أن نتعود عليها هي مهارة التأقلم مع التغيرات، لأن إذا استطعنا أن نكتسب هذه المهارات التي تسمح لنا بمواصلة مهاراتنا في أعمالنا، وهذا تحدي كبير. عندما أنا بدأت شهرتي العملية 25 سنة مضت، فأن أكثر أسماء المناصب الموجودة حاليا لم تكن موجودة في ذلك الوقت. فإذا كيف نطور الأنظمة التعليمية التي سوف تتأقلم مع هذه التغيرات الحاصلة في سوق العمل؟ هذا شيء صعب جدا، لذلك لا نستطيع التركيز فقط على مهارات ضيقة هي فقط تقنية، فهناك أيضا مهارات كبيرة يجب علينا أن تعودنا على التأقلم على هذا الشيء الجديد. كما أنني أعتقد أنه يقف أمامنا العديد من التحديات، من بينها زميلتي التي تحدثت قبلي قالت عنها، مثلا هي الوصول إلى هذه الخدمات التعليمية. فإذا هناك عدد كبير ليس لديه إمكانية الاتصال بالإنترنت، هذا ليس فقط حل كاف. إذا ففي اقتصادية ناضجة من السهل الوصول إلى الإنترنت، أما في الدول الأفريقية فهذا المستوى هو مستوى المشاركة في الخدمات الرقمية هو أقل ومنخفض أكثر. إذن أمامنا تحديات بنيوية عديدة يجب علينا أن نؤمن ونوفر للبشرية مثل هذا الوصول. شكرا سيد مكان. بالفعل هذه الأمور جوهرية، كلما أصبحنا أكثر تقدما في التكنولوجيا كلما يجب أن نعود إلى الأساسات وكيفية عمل أذهاننا وكيفية الحفاظ على الهدوء في هذا العصر الرقمي المتسارع، وكيف لا ننسى المبادئ الأساسية من حقوق الإنسان. الآن فنمر إلى السيد جون فامباكيتيس، مدير دولي لجوجل فور إدوكيشن، ولنسمع من السيد لو سمحت تعليقاتك حول التصدي للتحديات العالمية في الوقت المبكر من مرحلة التعليم والتربية، وكيف نؤهل الشباب لدخول سوق العمل بسلاسة. شكرا. إننا استمعنا إلى العديد من الملاحظات القيمة، فدعوني ربما أن أتشارك معكم بعض الملاحظات الأولية، وربما ثم نعود عليها ونتعمق فيها.
أرجو أن تسمعوني بوضوح. ضمن جوجل نحن نعول على سبل إسراء المجتمع الدولي بحلول رقمية ومنذ سنوات أخيرة. ودعوني أشير إلى بعض النقاط الهامة في هذا السياق. بعضها قد تتكرر لما قاله المتحاورون قبلي، ولكن يجب أن لا ننسى أن ملايين من الأشخاص الآن في العالم حولوا بيوتهم ومنازلهم في إلى مكاتب رقمية في عصر الجائحة، وهذا يخص هذا العصر الرقمي. هذا تغييرات راديكالية، هناك تأثير الحلول الرقمية على سوق العمل والوظائف. في الكثير من الدول قد نواصل الدراسة والعمل بشكل أونلاين. يجب أن ندعم المعلمين والمدربين على أن يقوموا بأداء أدوارهم بشكل فعال وهم في الشبكة. فالتكنولوجيا هي أداة مهمة ولكن ليس هدفا بحد ذاتها، ولا نستطيع التوقع أو التنهب بالمستقبل. وبعض المشاركين في النقاش ذكروا ذلك. المرونة هي مهمة، يجب أن نعتمد على المرونة لأننا لا نعلم المستقبل وماذا سيحدث، وما هي المهن التي سوف تظهر في السوق. لا نستطيع تأهيل الشباب لما سيكون في المستقبل الذي لا نعرفه، لذلك يجب أن نؤهلهم وبمرونة لكي يتأقلموا وبشكل مار وسلس مع الظروف المتغيرة. الوسط التعليمي يجب أن يكون متفاعلا ومثيرا للانتمام وشموليا. التكنولوجيا هي أداة بدلا من قلم رصاص أو قطعة من الورقة، هناك تكنولوجيات رقمية، فمن المهم أن نتحدث عن تلك السياسات والاستراتيجيات الحكومية التي تدعم وتعزز الوصول إلى الإنترنت والتي من شأنها خير الاستفادة من التحول الرقمي. مواد ستيم، الرياضيات والهندسة، وهي من المواد المهمة ولكن ليست الوحيدة في قائمة الأولويات. فنحن يجب أن نجهز الطلبة والتلاميذ على أن يكونوا جاهزين لإيجاد فرص عمل مستقبلا بطريقة مثلى. فنتحدث عن تعزيز المواد الداخلة في مجموعة ستيم والتكنولوجيات الرقمية التي هي مصدر ممتاز لمؤهلات حديثة. رغم مجموعة ستيم، أي هي العلوم التقنية، هناك أيضا عناصر وعوامل أخرى تدعو للنجاح. نحتاج إلى البنية التحتية المناسبة كي يكون التعليم الإلكتروني ناجحا، ونحتاج إلى إدراج هذه التحولات الرقمية بشراكة مع أوساط مختلفة، منهم المدرسين والمعلمين ومنظمات تشمل الآباء والأمهات. نشركهم في صياغة المناهج واستخدام تكنولوجيات جديدة. فنحن جميعا يجب أن نتعلم هذه المهارات الجديدة الرقمية ونعمل بشكل وثيق ودؤوب على هذه الحلول الابتكارية للأطفال والآباء والأمهات في منصات إلكترونية. ونريد من المدرسين أن يشعروا بأمن والسلامة والثقة بأنفسهم عندما يستخدمون التكنولوجيات الرقمية. يجب إشراك المدرسين في هذه المشاريع التعليمية. شكرا لك يا جون.
وهذه هي نظرة وأفق مختلف تماما، أي من منظور مقدم الحلول الرقمية. الليونة التي تكلمنا عليها هي هامة، ولكن أيضا مهم ماذا سنفعل من أجل تمكين المعلمين الذين سيقومون بدور تأهيل وتعليم الشبيبة. السؤال نفسه سوف أوجهه للسيد جيمبانغ سيزان، فسوف نتحدث عن الشباب في أفريقيا التي لا تستفيد من التسهيلات التي تتواجد عند غيرهم من الشباب. شكرا لكم. إذا كانت جائحة الكوفيد 19 علمتنا شيء فهو أن هناك نوعان من الشباب، أي شباب يستخدمون التقنيات الحديثة ويتعلمون ويحاولون تحسين مؤهلاتهم بغض النظر عن شكل هذا التعليم. أما هناك فلدينا نوع آخر من الشبيبة التي لا تتعلم، أي وليس فقط كذلك وإنما ينسون ماذا تعلموا. في منذ عامين تم إغلاق مدارس، وتبين فيما بعد أن عدد كبير من الشباب نسيت ما كانت قد تعلمت، هو أن هذه الهوة تكبر بين النوعين، أي فهناك نسبة كبيرة من سكان العالم ليس لديها وصول، وأنهم يعيشون في عالم آخر غير هذا العالم الذي فيه إمكانية الوصول إلى هذا. لذلك يجب علينا الأخذ بالاعتبار قضيتين، أي الواقع الذي نعيشه الآن، أي السياسة المتعلقة بالتقنيات هي هامة، ولكن علينا أيضا أن نقول أن هذه السياسة يجب أن تكون متكيفة مع الشبيبة الأخرى التي ليس لديها إمكانية الوصول إلى الكمبيوتر حتى. إذن هناك إمكانية للاستخدام من المقاهي الإنترنت لكي يتعلم، وبهذا الشكل يمكن ردم قليل من هذه الهوة، ولكن هذا غير كافي على الإطلاق، لأن يجب أن يكون الوصول وصولاً عاماً، أن 40% من الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، فهذا مسؤولية كبرى للسياسيين. وبالنسبة لموضوع مواد الستيم، أي العلوم والهندسة وغيرها من العلوم المهمة، فهناك عديد من الخريجين لا يجدون عملا لأنهم يفتقرون إلى المهارات التي يتطلبها سوق العمل حاليا، فإن سوق العمل في المستقبل في نيجيريا مثلا أو في الدول الأخرى يجب أن نشخص بشكل واضح ما هي احتياجات هذه المجالات. وبالنهاية أريد أن أقول أن لدينا تحدي هام عليه، علينا تنفيذ مشاريع تساعد في الوصول إلى هذه المؤهلات والمهارات، وأن تكون مستواها أيضا قابل للاستخدام ونستطيع أن ننقلها إلى أراضينا. فلذلك توسيع مجال تنفيذ مثل هذه المشاريع، فهناك مشاريع كانت تستهدف مجموعات قليلة فقط من الناس، والمهم أن تصل إلى مجموعة أوسع وأكبر من المستقبلين.
شكرا، لقد فعلا حددت على أن واقع الجائحة أبرز مشكلات تتعلق ليس فقط في الدول النامية وفي أفريقيا، ولكن هناك دول مثل سويسرا، أي أن المدرسين في سويسرا لم يكن لديهم أجهزة كمبيوتر يستطيعون من خلالها القيام بعملهم كمدرسين والتدريس عن بعد. إذن جائحة الكورونا فتحت لنا عيوننا على هذا الواقع الأليم الذي يخص، ولذلك وصلنا إلى نهاية المرحلة الأولى من الأسئلة. الآن سنبدأ من جديد وسنفكر ما بأي شكل نستطيع، بأي شكل تستطيع الحكومات أن تقوم بتحسين استخدام التقنيات الحديثة. لا أقصد هنا بالمدرسين والطلاب، وإنما المجتمع بشكل عام. كيف على الحكومات أن تعلمهم للوصول إلى مهارات تجعلهم يستخدمون هذه التقنيات الحديثة؟ أقصد هنا مثلا الجزء الكبير من الأشخاص كبار السن. فلنبدأ من السيد. السيدة وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فالدراما من كولومبيا، شكرا على إعطائي الصوت. وأشارك وأشاطر أنا ما قيل حتى الآن من وجهة نظر كولومبيا. لا ننسى ثلاثة أمور رئيسية يجب أن نعمل، ليس فقط على تحسين الاتصالات، ولا نعمل فقط على توصيل الجميع بهذه الشبكة، ولكن يجب أن نضمن عدم إقصاء الكبار في السن عن هذه الأنظمة وكيف يستفيدون من هذه الأدوات. في كولومبيا نعمل كل ما بوسعنا لنتيح التكنولوجيا لحياة اليومية للمواطنين، ومن أجل أن تسهل التكنولوجيات من حياة الأشخاص. وماذا نقوم به من في السياسات العامة في كولومبيا؟ تلبية لاحتياجات محددة لمجتمعنا، نقوم بإدراج مختلف المشاريع في كولومبيا وهي موجهة نحو فئات مختلفة من المجتمع، للنساء والشباب ورواد الأعمال. هناك مشروع هام بالنسبة لي يتمثل بأنه موجه نحو النساء التي لم يتخرجنا من أي مدرسة، فالتكنولوجيات يجب أن تساعد هؤلاء النساء. آسف على المقاطعة، قيل لي أن لدينا لم يتبقى لدينا إلا ثلاث دقائق، فأمر إلى السؤال الأخير. كيف تعرفون الأسس المنصفة للتوظيف، وأين يمكن من أين يمكن أن نبدأ بالتغيير؟ السيد تورستن شيفر جيمبل من وكالة التعاون الدولي. أنا آسفة بالفعل، ولكن لدينا دقيقتان الآن للجميع. Der Rahmen von IKD-basierten Dienstleistungen.
من ناحية أخرى هذه هناك تحديات محددة ومنذ 2017 نحن ندعم بعض المؤسسات في تنمية بعض الاقتصادات وهذا نستفيد من خلال ذلك من المنصات الرقمية يجب أن تكون المراتبات منصفة وأيضا المشاركة المنصفة وأنا أدعم مثل هذه التغييرات. شكرا على مشاركتكم. أنا متأكدة أن هذا المحور كان مشوقا لكم وأن النقاش كان بناء. جزء من إجابتك ستكون موجودة باللغة الألمانية وقد سيتم الوصول إليها. للأسف ليس لدينا الوقت لنقاش أطول. هذا منتدى رقمي فعلينا أن نتفق على أن الوقت هو محدد. شكرا وتصفيق كامل للجميع الذين شاركوا بوجودهم في كاتوفيسا أو بقيوا معنا عن طريق الإنترنت. شكرا جزيلا وتحيات من بكين. شكرا إلى الجميع وأعتذر عن تحديد الوقت.